السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب مقطع جديد. اليوم راح نلعب روبليكس. حلو، قبل نبدأ المقطع اللي تشتركون إذا أنتم مشتركين ووصلوا هذا المقطع 100 لايك، اكتبوا لي تعليقات واكتبوا لي نصائح عشان أنا أستفيد وأنا ألعب روبليكس. في المقطع اللي راح يا جماعة اشتريت السيف، اشتريت الكتانة واشتريت السيف مرة سيء. حلو، وفي المقطع هذا أنا راح أشتري فاكهة. إيش هي الفاكهة؟ والله ما أدري، بس خليني أروح المنطقة الأولى اللي أنا بديت منها. خليني أشتري سفينة ب 300 ريال. 300 ريال هذه مرة مو 300 ريال، 300 شو اسمه، خلينا نقول نتفق انها 300 ريال او 300 روبوكس او 300 دولار اللي هي اهم شيء. خلينا نروح لمنطقتنا الاولى عشان يا جماعه نشتري نجرب اول فاكهه ناكلها يا جماعه عشان نصير اعرافنا حقيقيين، نختال الناس، نختال الحكومه، نختال جميع الناس. حلو، نختال جميع الاشرار. هل حنا اشرار او هل حنا نمثل الخير؟ والله ما ادري، اللي تابع انمي ون بيس هو اللي يعرف، بس اتوقع ان احنا مثل الخير لان لوفي وزورو وطاقم لوفي يا جماعه وطاقم ون بيس بشكل عام هم يمثلون الخير. خلينا ناخذ الصندوق، نفسه هذا الصندوق، الصندوق يجيب لك فلوس. انا احب الفلوس، تعرفوني انا مره احب الفلوس، اللي كان يتابعني بقناتي الاولى كان يعرف اني انا اعشق الفلوس، اي شيء فيه فلوس انا احبه. حلو، يلا يلا خلينا ناخذ هذا. كم يجيب لي؟ جيم 800، والله 800 قرابة الألف. هنا ايش يبيع؟ يقول لك هنا يبيع الأسلحة. خلنا نشوف ايش عنده، خلنا نشوف ايش عنده بس على السريع كذا. يقول لك هنا الماسك، عنده ماسك يا جماعة، قناع على الوجه. ما ابغى اشتري ماسك ب 8000، والله ما ابغى ماسكت فاير. يبيع مسدس يا جماعة، المسدس هذا يطلق نار، اكيد انه يطلق نار، بس ما ابغى اشتريه صراحه، ابغى اشتري فاكهه. هنا وين فين الشخص اللي يبيع فاكهه؟ بسرعه بسرعه بسرعه، انت بالعركه تمنى المفروض انك تمشي على السريع. هلا 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 هلا، ابغى اشتري اول يا جماعه فاكهه لي، والله ما ادري ايش اشتري، بس كل الفواكه ضعيفه جدا جدا جدا. حلو، هل اشتري فاكهه المروحه يا جماعه اطير، او اشتري اصلا ما اقدر اشتري، انا عندي خيارين، اني اشتري فاكهه الوزن الثقيل او اني اشتري فاكهه المروحه. يا رب اني اقدر اشتريها. حلو اوكي، انا راح اشتريها طبعا، انا راح اشتريها، اشتريتها ما ادري ايش هي بس اني اشتريتها. والله انا ما كنت ابغى اشتري هذه، ابغى اشتري الثالثه، بس يلا مو مشكله. طب ايش الفائده؟ ابغى اجربها. اوكي زد، يقول لي زد. دقيقه، ما لسه ما استوعبت اللي صار، ما استوعبت اللي صار. ممكن راح يجربها، راح يجربها في الجزيره الثانيه. مره متحمس اني اجرب الفاكهه. اوه ماي جاد، اوه نايس يا جماعه، يمديني استخدم اكثر من قوه. لو تشوفون اللي صار، اتوقع ان الفاكهه هذه تتطور اذا صارت ليفل يا جماعه 20، اقدر اطورها. حلو، يصير وزني 10000 كيلو جرام. إذا الآن أنا أطيع على العدو اللي قدامي 10000 كيلو غرام، يعني تخيلوا واحد مرة دب 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 وزنه 10000 يطيع عليك كذا، يطيع عليك، إيش بتحس فيه؟ بتموت. أنا الآن إذا حطيت حركة الزد سويت حركة القاضية، الآن راح أوريكم إياها كأن الواحد دب مخفز فيه، مخفز عليه، طاع عليه. حلو، هذه مدينة جديدة؟ والله مدينة جديدة، هذه أول مرة أروح لها مدينة. هي صلوا على الحبيب. ذول الاشخاص يمديني افقع وجههم. هنا يا جماعه يمديني اخذ مهمه واخذ منها فلوس، المهمه هذه. حلو، المهمه هذه مره سهله بسيطه. حلو الايزي، الو الخصم اللي قدامنا سيء جدا، تمام. خلينا نطلع، اوكي لازم نطلع هذه. شوفوا شوفوا، او ماي جاد، ذبحته؟ لا ما ذبحته، لا يعني ما ذبحته، شوفوا شوفوا ما ذبحته. خليه يتحمى، خليه يتحمى، خليه يتحمى، خليه يتحمى، خليه الدمج. اوه بس تطيره بعيد. اوه ديم، ورب الكعبة مرة سيئة، مو سيئة، مرة سيئة، أسوأ فيها ما في، يعني بالعربي أنا ضيعتها ب 5000 اللي اشتريتها، حرفيا والله ضيعتها، حرام والله حرام، أنا مرة ضعيف، مرة ضعيف. شوف الدمج، شوف الدمج حقه، كم الدمج؟ 56، بس إنها تطيره بعيد، بس 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 هذه مهمتها، تطيره بعيد، شوفوا، والله ماني مصدق ترى. يا ساتر يا سوء، صراحة ضربة قوية جدا، زبالة 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 بكل ما تعنيه الكلمة، قسما بالله سيئة سيئة مرة سيئة، ما حبيتها والله، والله إني ما حبيتها. يا ساتر، أنا أحس يدي، أحس يدي، مو أحس
تدرون ان يدي اقوى من السيف واقوى من الضرب القاضي اللي انا اشتريته واقوى من الفاكهه اللي انا اشتريتها؟ والله بس انا قاعد اصفق فيه مجموعه اصفقه لكم. يدي اقوى كثير مره كثير مره كثير، يعني تخيل كم ضربه كذا يعني اخبز خبز انتهي. تعال تعال ابلع ابلع ابلع. لازم اسوي المهمة مرة اخيرة، طبعا لازم اسوي المهمة مرة اخيرة حلو عشان اجرب الفاكهة الجديدة. والله الفاكهة حقتي ما عجبتني، اسوأ فاكهة ممكن تشتريها والله ذيك الفاكهة للامانة. والله خلينا نسوي المهمة هذه يا ساتر. ركزوا معي، تخيل لو واحد دب طاح هل راح تموت؟ لا ما راح تموت، بس راح تتعور شوي. نفس 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 الطريقة معي سيئة. والله ما أقدر. نفس السكس الجزيرة يا جماعة اللي حنا الآن فيها، قبل ما نروح نجرب اللي هو نجرب الفاكهة الجديدة، الفاكهة اللي مرة سيئة ذيك، أتوقع إنها أسوأ من حقتي، بس يلا مشي حالكم. أوه الإنيرجي، أنت مرة تعبان. طلعت فوق شو راح يصير؟ من راح القى؟ راح القى صندوق؟ والله لقيت صندوق. كم تتوقعون الصندوق هذا فيه؟ اتوقع فيه 1000 تقريبا 1000 800 كويسه طيبه يا جماعه. طيب اهم شيء فلوس، اهم شيء فلوس. هلا تدمج. اوه شوفوا يمديني اطير في السماء، حلو يمديني اطير فوق في السماء، والله نايس صراحه. حبيت روبليكس وقف السماء. اوكي وصلنا مرحله الشب، خلينا نشوف ايش عنده. خلينا نجرب الفاكهه الثانيه. الفاكهه الثانيه الصراحه يعني والله احسها سيئه. نفسي اشتري ب 30000 وريح نفسي يا جماعه. فاكهه المروح وربي انا متاكد انها سيئه، بس انا راح اشتريها يعني، انا راح اشتريها 7000. خلينا نجربها، خلينا نروح عند الاعداء يا جماعه نجربها. لا نطول عليكم، خلينا نروح المنطقه الجزيره الثانيه بعدين راح اجيكم عشان ما تطفشون وتملون. اوكي مستعدين 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 انكم تجربون الفاكهه دي معاي. خلينا نشوف الفاكهه، احس انها ان شاء الله انها كويسه، يا رب انها كويسه، اتمنى انها كويسه يا رب. نشوف ايش قاعد يصير. ايش 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 الفاكهه الزباله ذي؟ هي انا قاعد اتصفق يا جماعه. الدمج 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 واحد واحد، الدمج والله الدمج واحد، والله الدمج واحد. شوف يا الله سيئه سيئه سيئه. خلاص خلاص ابلع 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 ابلع. حرام اقدر ابيع الفاكهه ذي، اقدر ابيعها، حرام اني اشتري الفاكهه ذي، والله حرام. اسوأ منها ما في. ايش الفاكهه التعبانه ذي؟ ايش حرام والله حرام. تدرون شو التاجر الفاكهه الصاب؟ التاجر اللي يبيع يبيع الفواكه يا جماعه شكله نصاب، وما يجيب لي الا الفواكه السيئه. الفاكهه هذه لو عرض عليها بريال ما اشتريها يا جماعه. الدمج شوف الدمج شوف الدمج. تعلق على الزد، تعلق على الفاكهه عشان تكون قويه. شوفوا فايده الفاكهه هذه، خليني انا اوريكم كيف. تجيب هذا الشخص حلو، وتجيب الشخص هذا، وتجيب الشخص هذا كمان، وتجمعهم جنب بعض، وتجمعهم جنب بعض. دقيقه دقيقه دقيقه. بليز 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 بليز. تعال انت تعال انت، تعالوا عند هذا، تعالوا عند هذا. يلا يلا ما بذبح ما بذبح. جيبهم عند بعض، جيبهم عند بعض. حركة البسة تكرمشوا تسيلوا بسيل بس يا جماعة تكرمشوا كرمشوا. هذه راح اسميها فاكهة البسة قسم بالله. راح اسميها فاكهة البسة. ضعيفة الفاكهة. تخيل الدمج واحد، الدمج واحد، ما انتم متخيلين الدمج واحد؟ يا ويلي السو يا ويلي. طيب يا جماعة هنا جربنا فاكهتين، طبعا هنا تكتشفون ان الفضول احيانا يكون ضدك يعني مو معاك، لا تصير ملبوس حلو. اللقافة مي حلو تمام، لا تشتري اي شيء وتجربه ترى ممكن تندم، يعني احيانا انت تجرب اشياء غلط زي ما سويت انا، اشتريت فكهتين كلها سيئة. يلا كان معاكم عيسى، اشوفكم مقطع ثاني، السلام عليكم.